المقاومين ونجيو للتغذيه. النخاله خصها تكون في الحياه ديالنا، المعادن والفيتامينات اللي كاينه في الفواكه والخضر خصها تكون في الحياه ديالنا، الماده الدهنيه ما تحيدوهاش. ملي كنحيدوا الماده الدهنيه كتعطي اشياء مشجعه على الاكتئاب. يعني زبده بلديه، زيت بلديه، زيت ارغان، وسط احليمي. نعم اساسيين في الناس اللي عندهم مشكل الاكتئاب. يعني كاين استاذ عفاف اللي دار ريجيمات نظام انظمه غذائيه حيد فيها الدهون، هذا اول نتيجه عنده قبل ما يطيح الوزن، غيطيح له المورال. اول نتيجه هو انه غادي يوقع له ديبرسيون ديال هذا لي ريجيم اللي كاينه دابا. البيض البلدي ضروري، علاش؟ لان فيه ماده الكولين، وماده الكولين كيستعملها الدماغ باش كيصوب لاسيتيل كولين، ومفيده جدا لعند الناس اللي عندهم مشكل ديال الاكتئاب. كذلك البيض فيه الليسيتين، والليسيتين مفيده للناس بالنسبه اللي عندهم هذه المشاكل. هذا الشعير قلنا فيه تريبتوفان بي 3 والبي 6 ضروري للناس اللي عندهم اكتئاب. التمر، الشريحه، الزبيب، المكسرات بدون ملح، هذو ضروريين. الفواكه الموسميه، الخضر الموسميه المحمله بالمعادن والفيتامينات، اجتناب المصادر الحيوانيه اللي مربيه بواحد الطريقه خايبه. علاش؟ لان فيها لي ميكرو ايرين، فيها معلومات اللي هي خايبه كاينه. لان خصنا نعرفوا بلي حنا ملي كناخذوا الغذاء راه كناخذوا التاريخ ديالو، كيفاش تنتج، كيفاش تربى، كناخذوا معلومات كيتسموا لي ميكرو ايرين. ماشي كنهضر في الخيال العلمي، كنهضر انا اشياء اللي كاينه ممكن تبحثوا فيها. لي ميكرو ايرين كيجيو من الحيوانات اللي مربيه بطريقه خايبه، ملي كياخذها الانسان كياخذ هذه المعلومات اللي كاينه فيها. قلت انا المكسرات، الشيشه، الوغ الشيشه جميله جدا. علاش؟ لان فيها جايه من الشعير، زائد انه يكون عندنا الحركه والخروج للطبيعه شيء اساسي. اي واحد عنده اكتئاب اليوم يدير 22 في مارس 2019 هي لا دات نيسونس ديالو، تاريخ الولاده. اي واحد سمعنا اليوم يبدا يصوم، يدير هذه الاشياء، يخرج للطبيعه. جايين عطله دابا، تصور خرج للطبيعه، حيوان يكون عندك احتكاك بحيوان، كتاخذ هرمون اللوسيتوسين بواحد النسبه كبيره، تمشي عند والديك، والديك، العلاقات الاجتماعيه، تجلس في الدار، ما تبقاش حبيس، رجليك جالسين، خرج، تحرك، دير شي حاجه، عمر وقتك، خذ الاكسجين، خذ التغذيه الجيده، العلاقات الاجتماعيه، النوم الجيد، والصيام. اكيد اي واحد تصنت لنا الان يدخل التغذيه وهذا النمط مستحيل يستمر. وكنقول الاخت راه 5 سنوات راه كثيره بزاف. كاين الناس اللي خرجوا في 6 شهور 7 شهور خرجوا من هذا المازق وكيعيشوا حياه بدون اي تبعيه لشي ماده ياخذها باش يهدي نعاس ولا باش ما يكونش عنده اكتئاب، حياه عاديه جدا. نعم.